علمنا أبي طالب جر قافة ورتل القرآن ترتيلا وجر قافة أي بالتجويد تفسير علي بن أبي طالب تجويد بانانيد ورتل القرآن ترتيلا قرآن كدو بقى تجويدا أخريا وفر أخري متي وفر ما أوفي متي وفر لانتي متي كم فو تجويد خبا أك تخريا قب يو حروف تدوكو أتنيني عينك نور ريبا قب عيني تدوب قدوفة أكتاغري يعني جرا نور ريبا قب يو حادين تدوب قدوفة أكتاغري يعني جرا نور ريبا قب يو واو كين تدوب قدوفة أكتاغري يعني جرا نور ريبا قب يو قاف كين تدوب قدوفة أكتاغري يعني جرا كتابكم دو مهم أكبرة واجبة على كل مسلم ومسلمة انت المسلمات إذ قربا مسلمة أجسام برتن الرواجبة قرآن الله متي كتابكم مهم أجسام برت واجبة نم إسلام كمورت اسم تبع مجمع خان سامع ديك والغنين كي تمشي ده لكن امتحامي سي أجن وجر امتحامي سي أجن وجرة بوري متي بورار بيع بيسبتي فونا امتحامي سي لكن أما كاميرا كي كيوانا ساتيفيكي دي سيكا قرآن ورغانا كنا قلان كي چبسي ورغانا غر ديرا غانا دوبرا لو غانا غر دوفتين يغنى إن شاء الله دوبري لنجرا بارك الله فيكم المكارم والتقى نور على مر الزمان تعلقا وضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله يا عظم من هلم أنا عنده من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الجدى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاته متخلقا يا حافظ القرآن رد الآيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعرابك إلى لغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعلي رملة حاجبرين سمية روضة معلم حسن سمية إسحاق عبدي أملو بافني جزاكم الله خيرا خير الجزاء